عاشوا معناتها ركاب القطار هذه الليلة. سي عبد الحميد بن عاش كاتب عام جامعة قرقن الرياضية، مساء النور والحمد لله على سلامتك. بارك الله فيك ويرحم والديكم على الجلسة هذه. أول حاجة نحب نعملها هي نرحم على أرواح الزوج وخيان، نقول وخيان قدرتهم ولاد شعب فهمني أكيد وخيان ربي يرحمهم إن شاء الله، دوز في ريعان شبابهم ربي يرحمهم إن شاء الله. صغيرات صغار البعض منه عنده ولاد صغير مازال يرضع فهمني نتأسفوا والله يرحمهم، هذه هو النقطة اللي نبداو بها. ربي يصبر عائلتهم إن شاء الله. النقطة الثانية الله ثم احنا خرجنا من سوسة، خلنا مع كمل عبد هو الركاب من سوسة وشدنا اثنين في اتجاه الشخص نص الليل خرج من سوسة هكا؟ لا قبل نص الليل شوية. ايه قبل نص الليل شوية. ايوة خاطر نص الليل ودرجين راسك نص الليل ودرجين صارت الكارثة، صارت الحادث. اي انا مع حكاية متاع ربع ساعة والحاجة خرجت في المدينة. انت خديت الترام من تونس؟ ها ما خديتوش من سوسة، الترام من تونس. من تونس كان يمشي عادي لبايس بصفة عادية ما لحقتوا حد شيء؟ من تونس سوسة عادي سفرة عادية تماما معناتها عادية لبايس ما تم حد شيء. بس من سوسة صحيح مبدئيا ثم شوية معناتها نقول احنا كي السرعة مش سرعة اما تبقينا كي اثنية سايبة. المهم ما فهمتكش. نعم ما فهمتكش حبيت تقصد اش قلت لي؟ ما خرجتوا من سوسة شنو؟ اثنية سايبة ولا سوسة؟ اي كيما اثنية سايبة معناتها مسرحة معناتها ما فهم حد شيء. نعم الو وي نسمع فيك سي عبد الحميد. الو سي عبد الحميد نسمع فيك. بون قلت لك خرجنا من سوسه في اتجاه الشخص. اي بعد وقت احنا داخلين شيرت مساكن. نمشي معناتها ما رعنا كل شيء الفاكو معناتها الفاكو نقول احنا نعرف. اي اللي راكبين فيها احنا الاولانيه ورا المحرك. اي ملت شويه على اليمين وبعدين ملت على اليسار. اي وبعد قامت مثلو كان بالعربة خرجت على السكر ومالت على الجنب وقعدت تمشي على الجنب وهي تكركر تاكل حجار كل واحد. تصور انت الموقف اللي العباد كيفاش عشناه معناتها العربة مقلوبة والراس نتاع التراي كركر معناتها معناتها على الجنب وهي تمشي مايلة معناتها مايلة وهي تمشي على حركة الحجار. تصور انت الموقف اللي عشناه راه ما نجموش نوصفوا لكم الحاله اللي عشناها وراك وبخلاف هذا ثم حوايج اللي معناتها شيء اسف نقولها انا نقول شيء اسف خاطر انا بجنب الباب وقت ما نجزت خرجت انا ثاني واحد نطلبه في الحرس طلبت 193 يجاوبني الاخ فضل قلت وراه عنها كذا انا قدمت روحي قبل كل شيء قلت له راهي صارت لنا كارثه تو الطران تقلب هنا. قال لي وين بالضبط؟ اسالني وين بالضبط؟ قلت له ما نعرفش انا بالضبط. اللي نعرفه احنا تو الدنيا كحله وقت الغبابر وقت الواحد وما نعرف شيء. قلت له قال لي خرجنا برشك احنا في المساكن. يقول لي حدد لي المكان بالضبط. هاي قلت له بالله تعمل زي تتمنك عليا ولا ايش معناك حدد لي المكان بالضبط. قلت له يا اخي انا العمد نتاع ما هو زاد ربما باش يعرف كيفاش يدخل معناتها وانا شنو وانا فوالا نعرف راه نعرف الحاله والوضعيه معناتها انت تقول لي ترى مقلوب بينا واحنا ربي يعلم بينا كيفاش خرجنا لكن ما هو احيانا زاد باش اللي سرعه التدخل باش نجموا ننقذوا زاد المصابين لازمنا نحاولوا معناتها هو عنده حق ينجم يحب ياخذ منك اكثر ديتاي باش يوجهوا سيارات الاسعاف وين بالضبط. انا ما نعرفش المنطقه انا حددت له الموقع حددت له الموقع هو بالمعرفه نتاعو بخبرتهم بالواحد نتاعو يعرف يعرف المكان خير منا احنا 7%. سي عبد الحميد خرجتوا من الباب الباب محلول ولا كيفاش خرجتوا؟ لا البيبان مسكره. مالك كيفاش خرجتوا؟ من الشباك؟ شكون؟ كيفاش خرجتوا من الفاجون معناتها المقلوبه؟ في الخروج؟ اي
تحكي على العربة. أي كيفاش خرجتوا من العربة؟ خرجنا الباب غير محلول. أي خطر نسألتك قلت لك الباب محلول، قلت لي الباب مسكر. لا 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 لا، أنت نسألتك قلت لك الباب محلولين. الأول مرة تسكروا. أي. فهمني. 7% الزبان تسكروا على الأول. وقت احنا خرجنا من السوسة تسكروا على خاطر مشيت أنا للتواليت. لقيتهم مسكرين. لقاهم مسكرين. وجماعة يعملوا في سويدر في سويدر. أي. من بعد الباب نلقاوه محلول. اها. معناتها من بعد تحل. ربما من قوة الضربة ولا ما نعرفش أنا. مش عجب مش عجب مش عجب وقت تحل الهواء. وقت تحل الهواء يتحل. أي. فهمني. وقعدنا مطيشين غادي. أنت شنو وضعيتك الصحية معناتها؟ أنا ما سألتكش يا عبد الحميد، أنت توا لاباس؟ أنا توا عندي ركبتي شوية معناتها، عملنا لها تصاور السباحة وضحت. قاونا فيها تكسيرة صغيرة. لطف عليك. عندي حزاني، عندي شوية كرافريد. لطف عليك. ما زلت مقيم في المستشفى ولا غادرت المستشفى؟ لا ما زلت. ما زلت. ما زلت مقيم. أنت من الأربعة اللي كانت تحدث عليهم ودرجوا للصحة ما زلتوا تحت المراقبة. جاونا جماعة الشركة، مسؤولين كبار نتاع الشركة. أي. زارونا في فرحة عشاد، خاطر أنا توا رحت في شهلول. أها. فهمني كان حزينا الاستعجال نتاع حشد. باش تعمل تدخل باش تعمل عمليه ولا لاباس قالوا لك؟ مبدئيا مبدئيا قالوا لي فما عمليه. فما عمليه ان شاء الله لاباس. وكان يطمن فينا المدير الجوي قال 24 ساعه يعملوا عمليه 24 ساعه ان شاء الله يغادروا في حاله في صحه جيده ان شاء الله. هكا اللي حتى هو ما كانش يمشي يقول لنا. هاي. جانا سيد الوالي، جانا سيد الوزير. وزير النقل جاكم. وزير السعوديه باهي ما تسالش. اما راهو فما وزير شباب الرياضه. نعم. يجيكم وزير النقل ولا وزير شباب الرياض؟ لا لا النقل النقل. وزير النقل واضح هاي. فهمني أما قلت لهم راهو برشا نقاش، ماذا بكم تسمعوا المواطنين، ماذا بكم تعملوا لفتة 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 للوضع نتاع النقل في تونس. في النقل في تونس. وخاصة وخاصة معناتها السكة الحديدية. اها معناتها ليلة تنجم تقول لي ليلة رعب تعديت عليكم امبارح. صدقني وقت نقول لك مش رعب. رعب في رعب. ومن ألطاف الله، من ألطاف الله قال لي ربي يحب عباده. الحمد لله. ربي يحب عباده، خاطر الشيء اللي صار وشيء اللي ما نعرفش انت ريته في الواحد. لا لا، الناس الكل التوانسة الكل شافوا التصاور وشافوا الفيديوهات وشافوا شنو اللي صار امبارح فوالا. واللي يوجع أكثر زوز شباب اللي فقدوا حياتهم، السائق والمرافق نتاعو، إن شاء الله ربي يرحمهم بالطبيعة. نعاودوا نعزيو أهلين. ان شاء الله ونتمنوا لك كل الصحه والعافيه، ان شاء الله تقوم لاباس ونتمنى غدوه نكلموك ان شاء الله بعد العمليه ونطمنوا عليك اكثر، ان شاء الله بقيمك سالم. ان شاء الله ما تعملهاش، ان شاء الله ان شاء الله تكون لاباس ان شاء الله. شكرا لفضلك، يعطيك الصحه كاتب عام جمعيه قرقنه الرياضيه سي عبد الحميد بن عائشه. الحمد لله على سلامتك مره اخرى، ربي يقيمك سالم ان شاء الله، والحمد لله على سلامه كل الركاب اللي غادروا للمستشفى، وبالصحه والعافيه للاربعه هذوما اللي مازالوا مقيمين تحت المراقبه. ان شاء الله يا ربي تخرجوا في اقرب الاوقات وتغادروا نحو بيوتكم. اكيد ليله مش باش تنساوها.